السلام عليكم ويسعد لي كل اوقاتكم. باذن الله اليوم راح نسوي مع بعض حلا التيراميسو بدون بيض وبطريقه جدا سهله. خليته بدون بيض لان اغلبكم ما يحب البيض، فدائما يسالوني ما في بديل للبيض، فاليوم راح نسويها بدون بيض. واللي راح نحتاجه الشيء المهم، البسكوت هذا موجود في ملتقى الخبازين، سعره تقريبا 7 ريال او 8 ريال الان مع الضريبه. في البداية عندي هنا كوبين موية، راح أضيف عليها ملعقتين قهوة سريعة التحضير، وعندي هنا ربع كوب سكر، وراح أخلطهم مع بعض. ضروري الموية يكون دافي عشان يسهل علينا الضوء. طبعا راح أتركها الآن على جنب ونبدأ في الخليط. الحين راح نحضر الحشوة. في البداية عندي كوب كريمة خفق، راح أضيف عليها 1/3 كوب سكر، وراح أخلطهم مع بعض. الحين بعد ما تقلت معانا وشوفوا كيف تقيل قوامها، ما بتنزل من الصحن، راح نضيف قشطة جيمر ملعقتين كبيرة، كمان راح اضيف جبنة كريمي. راح اكتب لكم جميع المقادير بعد ما انتهي من الوصفة. واخر شيء راح اضيف الفانيليا ملعقة واحدة، ونبدأ نخلطها. كده صار الخليط معانا جاهز. راح أوريكم الآن قوام الخليط، شوفوا كيف كريمي. هذا الخليط اللي راح نحتاجه. راح أخليه يبرد شوي ونكمل الخطوة اللي بعدها. في البداية راح أفرغ القهوة اللي سويناها مع بعض، راح أخليها شوي هنا. وعندي هنا البسكوت اللي راح نحتاجه، وآخر شيء الصينية عشان نرتب فيها طبقات البسكوت. في البداية احتاج قطعة نغمسها بهذا الشكل تغميس بسيط، ونبدأ نصفها. طبعا نحاول ما نغطيها بشكل كامل عشان تبقى متماسكة شوي بهذا الشكل. راح اكمل وارجع لكم. بعد ما رتبتها بهذا الشكل راح أضيف الطبقة الأولى من الخليط أو من الحشوة اللي سويناها مع بعض. وراح أبدأ أوزعها. بعد ما وزعت الحشوة راح نضيف الطبقة الثانية، صف بهذا الشكل. الحين راح ابدا اضيف اخر طبقة، لانه حطيتها في كيس حلواني فكان افضل ويعطي شكل اجمل. نحاول نعبي جميع الفراغات. آخر خطوة عندي هنا كاكاو بودرة، راح أبدأ
أرش من فوق على الخليط. بعد ما انتهي راح ادخلها الثلاجة، المفروض تجلس من 4 ساعات الى 6 ساعات تتماسك، لكن راح ادخلها الفريزر عشان تخلص بسرعة. كذا تقريبا جاهزة معايا، وهذا شكلها النهائي.